www.um-rap.com. يو انا ابغى بعثة وهذا يبغى عمل وهذا جم شهادته متصور فاقد الامل وهذا همه بنت زعلان عشان سابته نسى الحب الحقيقي نسى امه ربته وهذه زعلانة ما لقت لها نصيب ابوها مغلي المهر خلى وضعها كئيب وهذا زعلانين من اللي قاعد يصير في غزة كيف يصير ذا الشي واحنا مسلمين ولنا عزة وهذا الهم الاكبر لما نسترجع الاقصى بجيش صائحين الله اكبر احنا مسلمين مو على الورق كتابة ليه ما ندافع عن دينا بالقلم والمال وحتى بالدبابة يا للغرابة هذا اليهودي سرق حدودي وارض جدودي هذا اليهودي عدو لدودي يا شمس العز عودي على الاسلام وهذا همي كانسان مسلم عربي سعودي انا كل غيرة عالدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين ليه يرجع لنا الاقصى وكل اراضينا انا مسلم انا كل غيرة عالدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين ليه يرجع لنا الاقصى وكل اراضينا مقدسات تستباح والغيرة ماتت يعني العزة راحت من يوم صلاح الدين راح ناس تسأل كيف نرضى والله ما احنا راضين وانا من الملك فيصل تعلمت الغيرة عالدين ورخص الروح لله من الشيخ أسامة وياسين بكل بسالة ناصروا واستنصروا فلسطين ومن صدام حسين استمديت الشجاعة اني اكتب ذا الكلام واقوله بكل قناعة هم الأمة كان همهم ما يهمني اي كلمة قالها الاعلام ظلما عنهم حتى لو ماتوا الرموز ما تموت امة محمد الى يوم ظهور المهدي امتنا باقية تتجدد فيهم اللي باقي فيها الخير والنخوة ما ضيع وقته في مجالس الشعر والقهوة وغزل الحريم وبعدها اتباع الشهوة احنا في انتظار وبس صحي امتنا المريضة من هذه الغفوة انا كل غير عالدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا انا مسلم انا كل غير عالدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا ايوه نحن خير امة اخرجت للناس كلام رب الارباب ولو مرضوا عنه الانجاس كلام مسطر في الكتاب لازم نحس بقدره قدروه بالافعال وبطلوا تهذروا يا خير امة الله يبغانا في القمة نعتصم في حبله جميعا بكل ذمة جسد واحد لو عضو اشتكى نشد الهمة كلنا نسهر عليه لننجز المهمة عدونا خواف عديد جبان هذه صفاته زي ما هي واضحة في القرآن سلاحهم رصاص سلاحنا ايمان بس بالايمان نقدر نرد امجادنا زمان نبغى ننظف الاقصى من كل جيفة ونرد ايام صلاح الدين وعمر الخليفة الاقصى لنا والقدس هذه ما فيها اي تفاهم احنا العرب احنا المسلمين عندنا دواهم انا مسلم انا كل غير عالدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا انا مسلم انا كل غير عالدين عربي حر ما تموت النخوة فينا كيف يرضى والله ما احنا راضين لين يرجع لنا الاقصى كل اراضينا وبعدين اول ايش هو القدس ما يسوى انه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرره من اسره ما يسوى مصر الرسول ما يسوى شو وقت تهتز الشوارب لو بس ادري شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون اذا اقدس المقدسات ما ينتخونها